علي النونو لاعب النادي الأهلي سابقا، وأيضا لاعب المنتخبات الوطنية من 99 إلى 2014 والحمد لله. طبعا بدايتي كبداية أي لاعب يمني من الحارة ثم المدرسة، بعدها التحقت بالنادي الأهلي. طبعا التحاقي بالنادي الأهلي كان في سنة 1995، شاركت مع الأهلي أول مباراة دولية في أمام الطلبة العراقي طبعا في تقريبا في 96 أو 95. الحمد لله يعني خلال مسيرتي الكروية التي التحقت بها مع النادي الأهلي حققت كثيرا من الإنجازات، منها دوري ومنها كاس. الحمد لله على كل حال هذه بدايتي. طبعا زي ما قلت هي بدأت كل لاعب يعني حارة مدرسة ثم النادي الأهلي. بعد مشاركتي مع في الدوري اليمني 1998 تم اختياري من ضمن فريق اتحاد أب. الحمد لله في هذه المشاركة قدمت مستوى طيب وأيضا لفت انظار الجميع، من خلالها احترفت مع النادي المصري البورسعيدي. كان بداية أول احتراف كان لي صعب جدا بحكم أنه سني كان في هذا الوقت يقارب 17-18 سنة، وأول خروجي طبعا كان من اليمن أيضا، فكان بالنسبة لي كان الغربة كانت صعبة شوية، لكن تأقلمت الحمد لله. استفدت من هذه الاحتراف بشكل كبير جدا، فيها التعامل، فيها الانسجام، أخذ يعني مهارات كبيرة في الدوري المصري، وكمان أعرف أن الدوري الكرة الأفريقية كرة قوية وتعتمد على القوة. الحمد لله من خلالها بنيت البنية الأساسية للاعب، الحمد لله اللاعب المحترف. بعدها عدت للنادي الأهلي، استمرت معهم موسم ثم احترفت بعدها مع المريخ السوداني كسنتين الحمد لله. كانت مشاركتي في هذا الاحتراف جدا ناجحة، حققت معهم ثاني كأس السودان وأيضا هداف كأس السودان في هذا الاحتراف في السودان. إلى جانب أيضا شاركت معهم في مباريات دولية في البطولة الأفريقية والبطولة الكندوغرافية التي هي يشارك فيها المريخ السوداني، وأيضا البطولة العربية أيضا. بعدها عدت إلى النادي الأهلي، شاركت مع اتحاد أب أيضا في المباريات الخارجية. الحمد لله لعبنا مباريات في صنعاء دولية مع الشعباب من خلال تشرين السوري. طبعا كانت المدرة 8 شهور، الحمد لله يعني استطعت أنه أضيف في إنجازاتي كاحتراف وأيضا مباريات كثيرة ودية ودولية أيضا ورسمية. بعدها احترفت في البسيتين البحريني، الحمد لله يعني أيضا أضفت إلى السي في، وأيضا كانت كل احترافاتي تقريبا كانت كلها إيجابية وأيضا يعني بالنسبة لي أنا ناجحة. ليش؟ لأنه كل احترافاتي كانت عن طريق النادي، يعني النادي هو المقتنع به مش عن طريق سمسار أو موزع لاعبين. هنا الفرق أنه النادي يقتنع بك وإدارة النادي تقتنع بك وتروح تحترف تحت رغبة الإدارة، يعني ما فيش أي عوائق أخرى أو احتمالات أخرى. وهذا أعتبر أنا نجاح كبير جدا بالنسبة لي، لأنه احترافاتي كلها كانت رسمية وعن طريق الأندية. كرة القدم أعطتني الكثير، يعني الكثير منها حب الناس وأيضا معرفة الناس داخليا وخارجيا، عرفوا من هو علي النونو من خلال كرة القدم أكيد، إلى جانب الاحترافات التي حققت منها مكاسب أيضا مالية وأيضا فنية. ايضا اعطيت انا لكره القدم بشكل كبير جدا، منها الوقت ومنها ايضا عكس كل المستوى الذي كنت انا فيه هذاك الوقت، من مستوى عكسته ايضا سواء كان للنادي او كان للمنتخب الوطني. فالحمد لله هي التبادل مشترك، اعطتني كره القدم وايضا اعطيتها، اخذت مني طبعا يعني في اعتقادي انا كرة القدم لم تأخذ مني شيء، بالعكس هي أضافت لي كيف أني أكون احترام الوقت، أكون محترف بحق وحقيقة، يعني علمتني أنه أكون ملتزم في كل شيء سواء النواحي العلمية أو النواحي الفنية من خلال التمرين ومن خلال الاستمرار، وأيضا يعني تفصيل الوقت أو تحديد الوقت سواء كان في المذاكرة أو
في النواحي في التمارين مع النادي او مع المنتخب. بالنسبه لي انا كعلي النونو الفشل كنت اتكئ عليه بحيث انه لابد ان اكون اكثر نجاح بعد الفشل. اذا لم يكن فشل هي تجربه، والتجربه هذه اذا لم تستفيد منها اذا يعني مستواك حيوقف في هذا الحد. هنا النجاح عندما تفشل لازم انك تعود وتحقق النجاح في نفس الموضوع. يعني انا اذكر كان عندي كثير من المواقف، منها مثلا عندما كنت اشارك في منتخبات اليمن منتخب الاولمبي، كنت اعسكر معهم هنا في الفتره الاعداديه الى قبل السفر بليله او ليلتين ويتم استبعادي. يعني اللي حصل لي في هذه الفتره لو حصل لاي لاعب كان تحطم يعني، لكن لا كنت ارجع واعود اقوى من السابق وارجع للنادي وكان شيء لم يحدث. بالعكس كان تعطيني دافع انه اثبت لهم انه انا ما زلت وانا كنت مستحق اني اكون من ضمن المنتخب. تقريبا في مسيرتي الفرح سواء لو تكلمنا عن داخليا كان كثير جدا، يعني من تحقيق بطولات الدوري والكاس، ايضا تحقيقي لقب هداف غرب اسيا ايضا كان من ضمن الاشياء التي كنت اعتز بها وافرح بها. ايضا احترافاتي الخارجيه ايضا اكيد اي لاعب لابد ان يكون له في هذا المجال مجال الاحتراف انه لازم يفرح ولازم انه يعتز بها وتضاف الى سي في حقه. ايضا اما بالنسبه للفشل هي النتائج التي كنا يعني كنا نتمنى انها تكون ايجابيه، لكن مع الاوضاع ومع يعني قله الاعداد وايضا قله المباريات الوديه الكثيره تجعل النتائج كلها سلبيه، فهذه يعني ادخلت في نفسي كثير من الزعل يعني والحزن. الحمد لله على كل حال هي لما اتلقى احتراف خارجي هذه بالنسبه لي بتكون جدا ممتازه. كنت ولله الحمد كنت هداف اليمن تقريبا برصيد اكثر من الاهداف عن زملائي الاخرين، الى جانب ايضا مشاركاتي الكثيره مع المنتخب هذه كلها كانت بالنسبه لي جدا سعيده. يعني زي ما قلت هو الكابتن واثق ناجي الكابتن العراقي الكبير طبعا جاء درب النادي الاهلي فشافني في دوري مدارس فاصر الى ان اكون في ضمن الفريق الاول للنادي الاهلي. طبعا في هذاك الوقت ما كانش عندي الحماس اني ادخل نادي يعني، ما لكن اصر الى انه التحق بالنادي، اصر انه اكون متواجد وابدا مسيرتي في كره القدم من خلال النادي الاهلي. تخيل حتى انه كان يجي لي للبيت وكان يصر على الوالد انه لازم انه اسجل في النادي الاهلي. هذا الذي اخذ بيدي وايضا دفعني ويعني هيئ لي وايضا كل المدربين العراقيين الذي دربت على يدهم ايضا المرحوم سعدي يونس، مدربين كبار منهم حازم جسام انور جسام، هذا كلهم اخذوا واضافوا للكابتن لعلي النونو الكثير. يعني كانت امنيتي كلاعب اني احقق نتائج وانجازات لعلي النونو ايضا فرديه وجماعيه، والحمد لله تقريبا راضي عن كل ما حققته. الان كمدرب طبعا اكيد اي مدرب لابد انه يتمنى انه دائما يحقق نتائج في كره القدم وفي مجال التدريب. اذا لم تحقق نتائج اذا انت يعني يعني عفوا اللفظ مش مدرب كويس يعني، فبالتالي هي النتائج تحكم على المدرب. في خلال مسيرتي القصيره كمدرب الحمد لله يعني حققت مع النادي الاهلي ايضا بطوله التصفيات التي كانت في سيئون، كانت تصفيات في صنعاء وتاهلت انا من صنعاء النادي الاهلي، شاركنا في سيئون في الدوري العام في سيئون. ايضا حققت في البطولات التنشيطيه هنا في النادي مع الاهلي ايضا بطولات. الان ايضا مع منتخب الناشئين ايضا الحمد لله كان لي دور في اختيار اللاعبين الذي حققوا الانجاز في كاس غرب اسيا منتخب الناشئين لله الحمد. الحمد لله يعني انا اتمنى انه يكون لي ايضا حظ اوفر وايضا انه يكون في المستقبل كمدرب يفيد سواء كان نادي او منتخب. الى جانب ايضا وحده عدن شاركت في الدوري في وحده عدن في الموسم السابق وحققنا البطوله اللي كانت هناك في عدن الحمد لله مع وحده عدن. زي ما قلت ان شاء الله يكون زي ما عملت اسم لعلي النونو كلاعب ان شاء الله وباذن الله احقق لعلي النونو اسم ايضا وانا مدرب باذن الله.
تقييم الكرة اليمنية. طبعا الأندية حققت نتائج طيبة، مذكور كان من ضمنها النادي الأهلي أيضا والصقر وأيضا اتحاد إب كأندية حققت يعني نتائج إيجابية، وأيضا النادي الأهلي يعني تعدى الأدوار الأولى في المشاركات العربية وأيضا الآسيوية. بالنسبة للمنتخبات طبعا في غرب آسيا حققنا نتائج جدا ممتازة قبل كأس خليج 20، وذلك لأسباب كثيرة. أسباب أن الدولة والجهات العليا كان لها اهتمام كبير جدا، لأن في هذه الفترة كانت قبل خليج 20، فلما كان حصل اهتمام قدمنا نتائج جدا طيبة في الأردن، يعني أكثر من الفرق يعني يعني خمنوا أو قدروا إن إحنا بنعمل نتائج جدا ممتازة في كأس خليج 20. مثل ما قلت إنه أيضا الكادر البشري اليمني جدا موهبة بشكل كبير جدا، يحتاج إلى صقل وإلى أيضا اهتمام ورعاية. بتلاقي بنخرج كثير لاعبين ممتازين وبيفيدوا المنتخبات الوطنية. احنا ينقصنا الاعداد السليم، ينقصنا الاداره السليمه المحترفه، ينقصنا ايضا الاهتمام من قبل الدوله بشكل كبير جدا بالنسبه للرياضه. هرم مسؤوليه الرياضه لازم يكون عندهم الثقافه الكبيره في المجال الرياضي. بنحقق نتائج جدا ممتازه حقيقه، يعني لانه زي ما قلت الكادر والمهاره والامكانيات الفرديه موجوده بشكل مش موجوده عند الدول العربيه الاخرى ابدا، يعني المجاوره. احنا لاحظنا ان المهاره عندنا بشكل كبير، لذلك احنا في المنتخبات الناشئين بنحقق نتائج جدا ممتازه، بنحقق نتائج جدا قويه وايضا كبيره في الفئات العمريه الاولى، لكن بعدها يتم التجاهل ويتم ايضا عدم الاعداد السليم فبتكون النتائج سلبيه. طبعا كره القدم لا تأتي كده بالتمني، ولكن بالعمل والإعداد الصحيح والمعسكرات والمباريات الدولية والودية كثير بتحقق نتائج في المستقبل. القاعدة موجودة كلاعبين، موجودة تحتاج إلى اهتمام من الدولة بشكل رئيسي وأيضا من القائمين على الرياضة بشكل أساسي. يعني فإذا لم يكن هناك اهتمام حنفضل كما إحنا، بالعكس ممكن تكون النتائج عكسية. احنا لو تتوفر لنا الامكانيات والاهتمام الجيد تلاقينا بنقارع كل البطولات، كل الدول المجاورة والدول العربية، لان الكادر اليمني والمهارة اليمنية جدا ممتازة وجدا كبيرة، تحتاج الاهتمام والاستمرارية والتدريب. فاتمنى من الدولة الاهتمام والرعاية ايضا، وان يكون لهم وقفة جدية بالنسبة للرياضة، لانها اصبحت هي من تعرف بالشعوب يعني في الوقت الحاضر.